صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم التعليقات التسع على مقدمة لسان الميزان لفضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وأصحابي أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والطعن على لسان الميزان الذي أصله ميزان الاعتدال. كتاب ميزان الاعتدال يعد من أنفس الكتب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه أورد فيه المزيد والميزان كل من تكون مسؤول، فإن كان بحق أو يدع، وإن كان بباطل رد. فمن الأمثلة على هذا في رده إذا كان بباطل أن العقيلي تكلم في علي بن المديني فقال الحافظ الذهبي: أفما نفع عقل يا عقيلي تعمد إلى جهالة الإسلام، وطعنوه من المديني وعبد الرزاق ونثر جمعا ثم تضحكهم، فإذا ضعف هؤلاء فمن يبقى؟ وقال أحدهم: إن أحدهم يعني خير منك، أو بهذا المعنى. ومن الأمثلة على هذا أيضا أنه ذكر من ترجمة موسى بن إسماعيل أبو سلمة السدوزي من مشايخ البخاري ومسلم، فقال: قال ابن فراس تكلموا فيه، فقال: نعم تكلموا فيه يا رافضين، لأنه هبة لهم. وأيضا من ماذا بعض الأوقات يعبر على ابن حبان، لأن ابن حبان رحمه الله تعالى هو إن تساءل في تلقيط المجهولين تساءله بشيء خاص وهو تلقيط المجهولين، فإنه متشدد في التجريح. فبعض الألفاظ يجرح رجالا من رجال الشيخين ويقول: يروي المعضلات عن الأثبات تستحق الشر. فيأتي الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ويقول: إن ابن حبان لا يدري ما يخرج من رأسه. بعد ذلك ألقى أصحاب البدع حنيفون على الميزان، لأنه حشر المبتدعة والضعفاء في كتابه الميزان جزاه الله خيرا، حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان: نيل راجفا عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصر وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. ماذا يعني؟ فهو جزاه الله خيرا لا تأخذه في الله لومة لائم. تلميذ السلوكي أيضا يقول إنه إذا ترجم لأشعري أو لحنفي لا يبدي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلي أطلق عنان القلم في ترجمته. قال الشوكاني في البتر الطالع في ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لا، ولكن الرجل اشرب قلبه يحب علم الحديث. فإذا ترجم لغير محدث لم يبالغ، وإذا ترجم لمحدث
أطلق عنان القلم في ترجمته، فماذا؟ المبتدعة متحمسون وحنيفون على الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم، وأيضا الحنفية من أجل أن ذكر إمامهم في ميزان الاعتدال، النعمان بن ثابت والسبكي من جملة ما قال، لماذا ذكر الفخر الرازي في كتابه ميزان الاعتدال؟ والفخر الرازي ليس بمحدد، نعم ليس بمحدد، لكنه يستدل بتفسيره وفي كتبه بأحاديث. وماذا؟ وأيضا له طامات، الفخر الرازي له طامات، فهو له كتاب في السحر، ماذا يريده وماذا ويقول فيه إنه لا يمنع أن يعنف الكهان والمنجمون أخبار المستقبل، فماذا؟ وهكذا أيضا، فالحمد لله ماذا تكلم عليه الحافظ الذهبي الزمخشري أيضا، بعد أن ذكر محمود بن عمر الزمخشري ذكر أنه معتزلي، قال: فكن على حذر من كشافه. فالمهم الكتاب جزا الله عنه خيرا. ولما رأى الحافظ أن الحافظ بن حجر أن الكتاب ينقصه شيء، وهو أنه ربما لا يترجم لبعض الناس، وربما يترجم من شخص ويكون قد وثب في مصائب أخرى لم يذكرها الحافظ الذهبي، ألف لسان الميزان، وهو أيضا مستفيد من كتاب شيخه، فله تعقبات على الذهبي وهي مطبوعة، فماذا؟ وأيضا هناك يقول ينبغي أن يذكره وهو لم يذكره، مثل أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فهو ليس مذكورا في ميزان الاعتدال، وهو مذكور في ميزان الميزان، ومثل أيضا الحكيم محمد بن علي الحكيم الترمذي ليس مذكورا في ميزان الاعتدال، وهو مذكور في ميزان الميزان، يرمز له الحافظ أو لغيره بلفظة زاي على أنه يجاوب على الميزان. فماذا؟ فجاء الكتاب بحمد الله يعتبر مرجعا من أكبر المراجع، فيأتي الرجل في تحته هذا بسبب أنه من الرجال المتأخرين الحاكم، أبحث في سير إعلام النبلاء وتاريخ بغداد، والمرجع الثاني الذي أرجع إليه هو لسان الميزان، فربما ينفر الرجل من المتأخرين ويذكر ما فيه. والآن إن شاء الله نبدأ ونقرأ، فهل يقرأ أحدكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطار، إذا كتبت صح أبان الشيخ مصروفة، ها؟ أبان مصروفة أم لا؟ أبان؟ مصروف، نعم. إذا كتبت صح أولا اسمي، فهي إشارة إلى أن العمل على توفيق ذلك الرجل، وقوله فيها ومن عيوب كتابه، يعني ابن الجوزي، أنه يخرج الجرح ويسكت عن التعذيب.
وقال في ترجمة أبان ابن حاتم الأملوكي: اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه، وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فأعلمه، فإن عزيته إلى قائله كابن المدين وابن معين فذلك فيه ظاهر، وإن قلت فيه جهالة أو نكارة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعلو إلى قائل فهو من قبلي، كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح وليم ونحو ذلك ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. وقوله في ترجمة أبان بن تغلب: فإن قيل كيف ساغ توفيق مبتدع وحد ثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه: أن البدعة على فرضين، فبدعة صغرى وغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء فذهبت أمة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علي رضي الله تعالى عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرع من الشيخين أيضا، فهذا تهال مفتر. وقال في ترجمة إبراهيم ابن الحكم ابن ظهير: اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها المنع مطلقا، والثاني الترخيص مطلقا إلا فيمن يسرب ويضع، والثالث التفصيل. فتقبل رواية الرافض الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافض الباعث ولو كان صديقا. قال أشهد: سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلموهم ولا تروا عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمن بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: اكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن ضاعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبعاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. هذا آخر كلامه. قلت: فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه، والقول مطلقا إلا في من والقبول مطلقا إلا في من يكفر ببدعته، وإلا في من يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة. وروي عن الشافعي أيضا، وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم. ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان وتعذب عليه الإجماع، يقول الإجماع على أن جوال المبتدع مقبولة إلا الداعية، فتعذب عليه في هذا وهذا، أن من أهل العلم من لا يقبل رواية المبتدع أصلا، وأن من أهل العلم من يقبلها مطلقا. نعم، تفضل. ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده ضاعف على رواية ما يشيد به بدعته، وقد حكى القاضي عبد الله
عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين. قول ابن عيسى، نعم هو ما هو عبد الله بن عيسى، هو عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، نعم. لكن ما ربما بين عبد الله ابن لهيعة بن عقبة، أبي لهيعة عبد الله بن عقبة، نعم تفضل. نعم عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا علم أمر غيرناه حديثا. حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديثه الصحيح. أم بعد ذلك إبراهيم بن داود شفاعا أنبعنا إبراهيم بن علي، أنبعنا عبد الفرج بن الصقيل، قال أنبعنا محمد بن محمد بطابع الأنفال. نعم. قال أنبعنا عبد الفرج بن الصقيل، قال أنبعنا محمد بن محمد بطابع، قال أنبعنا الحسن بن أحمد، قال أنبعنا أبو نعيم. أبو نعيم. قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا ابن مهدي بها. قلت: هذه والله باطنة الذهب للمحتجين بالمراسول. البدعة الخوارج كانت في حلم الإخوان والصحابة، والصحابة جد متوافرون، ثم في عصر التابعين ومن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، ربما سمعه الرجل السني تحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظلم، فيحمله عنه غيره، ويجوز الذي يحتج بالمقاطيع ويحتج به، ويكون اصله لا ذكرته، فلا حول ولا قوة الا بالله. وينبغي ان يقيد قولنا بقولنا ان يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع اذا كان صدوقا ولم يكن داعية، بشرط ان لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى، والله الموفق. فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي، وقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زاعه عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه لكنه مقبول في بدعته، مأمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إلا ما يقوي به بدعتهم ويتهم بذلك. فقال في هذا أبو زيدان من شيء من النص، فإذا تحامل على شيء نظرت ماذا قال غيره، هذا وهو كما يقول شيخ النسائي، نعم تنقل بارك الله فيه، وهو صاحب كتاب في كتاب ماذا حال الروح، نعم كتابه اسمه حال الروح، نعم تفضل، ذكر هذا هو مقدمة كتاب حال الروح، نعم. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم يعني رافضة، قال: كنا إذا اجتمعنا فاستخدمنا شيئا جعلناه حديثا. وقال مسيح بن الزام الأسلمي التابعي: كان رجل منافي منا. مسيح أو مشد؟ طيب مسيح، نعم أنت مسيح، تفضل. عندنا بالياء، تفضل. وقال مسيح بن الزام الأسلمي التابعي: كان رجل منا في أهل الأهواء. في أهل الأهواء. مدة، ثم طار إلى الجماعة وقال لنا: أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء، فإما والله كما نروي لكم الباطل ونختزل الخير في إضلالكم. فقال زهير بن معاوية: حدثنا محرز أبو رجاء، وكان يرى القدر فتاب منه. فقال: نعم
حدثنا محرز ابو رجاء وكان يرى القدر فتاب منه فقال لا تروا عن احد من اهل القدر شيئا والله لقد كنا نضع الاحاديث مدخل بها الناس في القدر نحتسب بها فالحكم لله. طيب هذا والشيخان قد رويا لجماعة من المبتدعة من يرى القدر وممن يرى الأرجاء ومن الشيعة نعم ومن النواصب ذكر هذا السيوطي في كتابه تدريب الراوي فعلى هذا المبتدع وكان صدوق اللسان هو معتبر صدوق اللسان ولم يدعو الى بدعته ولم يروي ما يوافق بدعته فهو وماذا معتبر عند الشيخين كما سمعتم وقد ذكر السيوطي فيما أظن نحو 80 عاتبا ممن تلبسوا البدعة ثم بعد ذلك روى لهم الشيخان شربوك مقطع إن شاء الله نقرأ أو إذا كان بمشكله في القراءة إن شاء الله تمام طيب بارك الله قولهم يا شيخ قولهم هم هي بالقدر هم هي بالقدر يعني هو يحتاج نظر هذا وهذا رمي عن لا أما القدر فهو معنى القانون أن الخير من الله والشر من العبد هذا يعني العاصي يفعل ما تنسب الى الله والله والله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر بارك الله فيك فشيخ إذا جاء الحديث الذي يؤيد حديث المرتد أن أبي عاصم بدعة جاء من طريق آخر ولكن فيه ضعف بعض يسير يدل على أنه ما يعني أنه ماذا ما يعني سهل في رواية هذا يعني يقبل ويقبل ويقبل صحيح المسلم من طريق عدي بن ثابت وكان خاص الشيعة وبعضهم يقول انه كان غالبا التشيع لصحيح مسلم من طريقه وساق بسنته الى علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان علي قال والذي تلقى الحق وبرع النسمه إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إليه ألا يكذبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا منافق فهذا الحديث كما ترى في صحيح مسلم والدار قطني ذكر من دون ذكر الحديث فقط من دون أن ينبه على أنه من رواية عدي بن ثابت وهو شيعي لكن علم من شيء اخر فالحديث الحمد لله في صحيح مسلم وهو يرادف بدعه عدو بن ثابت ومع هذا ما اعلم احدا طعن فيه اللهم الا بعض علمائنا في تعليقه على التنكيل من فهم بالكفر من الاباطيل المعاصرين المهم ما تكلم فيه الاولون في هذا الحديث فيما اعلم فمن أجل عظيم الدار قبل تكلم فيه من أجل شيء من آخر لا أذكره لا هو من أجل عظيم بن ثابت الشيخ من عنده تدريس التسوية ها؟ من هم تدريس التسوية نعم هل يشترط أن يكون جميع الثمن أن يروي بصيغة التحديث أنا يظهر أن يشترط هذا في شيخه نعم أن يصرح في شيخه صرح مثل ما حصل من الوليد بن مسلم
حيث يروي عن الأوزاعي ويحدث شيوخ الأوزاعي الضعفاء. فقيل له: لما تحدث شيوخ الأوزاعي الضعفاء؟ قال: يجله عن أن يروي عنه، وفي رواية ينظره عن أن يروي عنه. قالوا: إنك إذا حدثت شيوخ الأوزاعي الضعفاء وقف الأوزاعي، فأبى الله مستمر، فالظاهر أنه يصرح تحديث من شيخه يعني، وشيخه أيضا يصرح بالتحديث، لأنه ربما يكون قد حدث شيخه. يعني في شيخه وشيخ شيخه، فهذا هذا ومثل بقية نعم. المرفوع صحيح من الاسم الصحيح المرفوع المرفوع إذا اتصل بسند صحيح هو قسم صحيح. لا صحيح نعم، يعني بحسب سند هكذا بحسب سند. اشربوا الشاي ولا حط نقرا ترى. اه رايك يا شيخ؟ تدري عن واصل ولا؟ اذا كان في اشكال وقت القراءة وقت القراءة. وعن العبور واضحة الذي قرئ هكذا. نعم. بصيح علي مع رأي ها؟ ترى رأي الجمهور. وهو في مسألة المبتدأ. رأي المبتدأ؟ نعم. هذا ما يقبل إلا ما يقبل إذا كان داعيا للبدعة. أما إذا لم نكن داعية. لم نكن داعية. أن رمي بالبدعة فقط، هم يشترطون أن تؤدي بدعته إلى الكفر. طيب، وأن لا يقول ماذا تلو اللسان، تظن في قبول أن يكون صدق اللسان. الإمام الشافعي يقول بالخطابية أنهم أكذبوا عن الأهواء وأنهم مشهدين بالزور والمعرفة للموافقين، شدن بجر للموافقين. شيخ قلت لك أن باب البدع المكثرة مثل قول بعض الخوارج إن سورة يوسف ليست من القرآن. نعم. ومثل قول بعض الشيعة لأن إبليس خان الرسالة، أو أن القرآن الذي نحن ناقص ربما يعودون ناقص، هو مسألة يعني مسألة التكفير يجب على المسلم أن يتحرى غاية التحري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بوعثية كافر إن كان كمن قال وإلا رجع عنه. فيجب أن يتحرى في هذا غاية التحري. فالأمر الذي هو من رد شيئا معلوما من الدين بالضرورة وبدون تأويل. إسحاق بن راهويه يقول: من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته بدون تأويل فقد كفر. ما شاء الله انظروا إلى هذه القلوب. من رد حديثا صحيحا يعترف هو نفسه يعترف بصحته بدون تأويل فقد كفر. وقيل نقول: من رد حديث اسماعيل بن ابي خالد عن بيت بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا فهو جاهل.
وقلت حبه. وهذه قصور يحتاج إلي يحتاج إليها في هذه المقدمة. فصل. قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل الضعيف بين يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإفلات وأقل ثقة عن ثقة. قال لا تفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء. فإذا أحسنه إذا هو أسنده ولكن يحدث بما روى. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قلت ظاهر هذا تدليس التسوية وما علمت أحدا ذكر الأعمش الرجال. طيب هو هذا تدليس التسوية إسكات ضعيف بما ذكرتم قد سمع أحدهما من الآخر وربما يقولون سواه فلان أو جوده فلان أيضا كذلك سواه فلان أو جوده فلان فدعنا أنه وضع سنده جيدا أمام الناس أو أنه وضع سنده يعني ليس فيه حرف. نعم تفضل بارك الله. طيب يا شيخ ما يؤمن من هذا المدلس أن يسقط يعني شيخ شيخه نعم يعني هو يحلف عند هذا بالاستقراء الذي يريد أنه يحلف شيخه فقط هذا من يعود يحلف شيخه. نعم رسول. قال أبو مصعب الزبيدي سمعت مريح الزبيدي سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقا لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد دعنا حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى فلينظر عن من يأخذ دينه. وقال علي المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لا تحمل العلم عن من لم يعرف بالطلب يعني شخص مقبول لكن ما عرف بالطلب اسمه مقبول على اصطلاح الحافظ بن حجر في التقريب أو مجهول ما عرف بالطلب ولا يقتد به هذا وهو الإمام مالك من كبار أتباع الصابرين تدل على ماذا؟ على أنه إذا كان غير معروف بالطلب حتى ولو كان من التابعين وأنه هو نفسه من كبار أتباع التابعين. نعم. وقال علي المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ينبغي في صاحب الحديث أن يكون فيه خصال أن يكون ثبتا إلا أن يكون ثبت الأخ أن يكون ثبت الأخ ويفهم ما يقال له ويتبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. وقال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه وإذا أكثر الغلط طرح حديثه وإذا اتهم بالكذب قرع حديثه وإذا روى حديث غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه قرع حديثه. وأما غير ذلك هذا الأخير بشرط أن يكون بنادم أما إذا كان واثقا
بكتابه أو واثقا بسره فإنه لا يقبل من ذلك الحديث الذي قاله فيه الناس ولا يمدح فيه. هذا هو الصح في هذا. الناس يصادقونه مرة ويروي على خلافه الطويل له في ذلك فأبى أن يرجع فماذا يعني إن كان عنادا قدح فيه وإن كان واثقا بحفظه أو واثقا بكتابه الحديث ذلك يقبل منه وتقبل أحاديثه الأخرى تقبل أحاديثه الأخرى. والأصل أن يقول حفظ كذا وخالفني الناس فيه هذا الأحرق أن يبين أن الناس خالفوا في هذا. تفضل وأما غير ذلك فروا عنه. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه والآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وهو مثل الذين أحاديثهم هشام يعني مثل محمد بن عمرو بن علقمة عاصم بن عبد الوجود الذين وقال فيهم حديث مخطئ أو صديق مهم مثل هذا هو هذا يعني ويحصل حديث. نعم تفضل. والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا مفرق حديثه. قلت هذا أقوام الصادقين. أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم. فقال ابن مبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يندع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ ويحدث من حفظه. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول وهي المغازي والتسليم والملاحم. قلت ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أوذية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذا كانت العمدة في المغازي عنها، إذ كانت العمدة في المغازي على نذر الواقدي وبالتسليم على نذر مقاتل والكندي وفي الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأوا بفضائل شيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها. نعم هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس لها أصول. أما المراد به الغالب وأما المراد به كتب مخصوصة يعني كما ذكر هذا الكلام في الفوائد المجموعة الشوكاني يحمل ما يحمل على الغالب على هذه الكتب أنها يعني هذه ضعيفة وموضوعة وإن عن مراد كتب مخصوصة كما ذكره هنا وعن أنني مثل المغازي وغازي الواطب وكذلك سيد عمر التميمي وكذا أبو نخلة نور و جمع من هم مكروهون أو ضعفاء يعني أو ضعفاء وهكذا أيضا التسجيل فإن تبقى التسجيل أيضا ما تبقى لها من مكتوبة من والأحاديث الضعيفة والموضوعة وأن أحاديث الأحكام تبقى نقرأ من
قدمة أبو سليمان، لكن أحاديث تفسير وأحاديث المعازي وبعضنا أيضا هذا في ضرر عظيم، خصوصا المعازي. لماذا؟ لأن كل طاولة تأخذ ما يناسبها وتعزون للثانية، تأخذ ما يناسبها وتعزون للثانية، فهي محتاجة إلى تنقية. الله المستعان. تفضل، بارك الله فيك. كلام طيب، اسكندوا، جزاكم الله خيرا. مفهوم. قال ابن قتيبة: اختلاف الحديث. الحديث تدخل الثبوت والفساد بموضوع ثلاثة، من الزنادقة واحتيالهم في الإسلام وتهجينهم بدث الأحاديث المستنشقة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميزون وجوع العوام لشيء ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأحاديث، ومن شان العوام ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نوع العقول. نعم، وعن ابن قتيبة نفسه وعبد الله بن مسلم وابن قتيبة، وهو متكلم فيه، وشيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه بسبب مدافعته عن السنة وإن كان علمه قليلا. المهم أنه هو نفسه متكلم فيه، وهذا الكلام الذي قاله، نعم، ان اصحاب وعن المتسولين، اولئك المتسولين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قصه تذكر ويبيعها الناس، لكنها ليست كذلك، وهو أن أحمد بن حنبل وأحمد بن عين كانا بمسجد الرصافة، فقام قاص وقال: حدثني أحمد بن حنبل وأحمد بن عين، ثم ساق بأسانيده هو نفسه فوحي يعني يقول لأحمد: أحدثتهم؟ قال: لا. قال: وأنت؟ قال: لا. فلما انتهى وحياه وأتى يظن أنه ما سيعطيانه نوالا، فقال له يحيى بن معين: من حدثك بهذا؟ قال: أحمد بن حنبل يحيى بن معين. قال: فها أنا ويحيى بن معين وذا أحمد بن حنبل. قال: ما زلت أسمع أن الناس يقولون يحيى بن معين أحمد، فالآن تحدثت حناقته. فقال: كيف ذلك؟ قال: بل حدثت عنه كذا وكذا من شمل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ثم بعد ذلك انصرف. هذه القصة كان بعض المشايخين يحدثون بها، فإذا هي في ميزان الاعتدال في ترجمة إبراهيم ابن عبد الواثق، وذكر الذهبي أنه يتهم بهذه القصة من دور إبراهيم بن عبد الواحد المكتوب كما. نعم، إبراهيم بن عبد الواحد. ممكن كده تقرا القصه او هي صفحه، انا ارسلت واتفقت من ثلاث مواجهات في بلد طبعا هنا رايتها. تفضل اقرا. ابراهيم بن عبد الواحد البلدي لا ادري من هو ذا، اتى بحكايه منكره، اخاف ألا تكون من وضع كذا عندك، ألا تكون من وضع هكذا عندنا تكون من وضع. نعم، رواه الزبير بن عبد الواحد الحافظ عن هذا،
قال سمعت جعفر بن محمد الطيالسي يقول صلى احمد بن حنبل واحمد بن معين في مسجد الرصافه، فقام قاص فقال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمه منها طيرا منقاره من ذهب وريشه مرجان، واخر في قصه طويله. فجعل احمد ينظر الى يحيى ويحيى ينظر اليه، فقال انت حدثته؟ قال لا والله. فلما فرغ واخذ قطعه اي الدراهم قال له يحيى تعال من حدثك بهذا؟ فانا ابن معين وهذا احمد، فان كان لا بد فالكذب على غيرنا. فقال انت يحيى ابن معين؟ قال نعم. قال لم ازل اسمع انك احمق، ما علمت لنا الساعه فانه ليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل غيركما. كتبت عنك نبعتي 10 احمد بن حنبل غير هذا. فوضع احمد بن حنبل امه على وجهه وقال دعه يقول، فقام كالمستهزئ بهما انتهى. وهذا الرجل من شيوخ ابي حاتم، وابن حبان اخرج هذه القصه في مقدمه الضعفاء له عنه واخرج عنه. ايضا الشيخ ذكر هذه السير وانكرها قال ما رسول. قال ابن ابي خيثمه قلت لابن معين انك تقول فلان ليس به باس وفلان ضعيف، قال اذا قلت لك ليس به باس فهو ثقه، واذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقه ولا يكمل حديثه. وقال حمزه السهمي قلت للدارقطني اذا قلت فلان لين ايش تريد بهذا؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العداله. رسم. قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قمته لا يجوز تعديله الا بعد الصدر، ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكن لكان عدلا مقبول الروايه، إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. هذا حكم المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. قلت وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت زهارة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه. مذهب عجيب والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند ابن حبان أن جهالة عين. وكأن عند ابن حبان أن دعامة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن دعامة حامل باقية عند غيره. وقد أصبح ابن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه، إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم. وقال في رابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه أيون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا أو منقطعا، أو كان المتن منكرا. هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه، وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر
في أيوب، في أيوب آخر مذكور في حرف الألف. قال الخطيب: أقل ما ترتفع به. نعم يا شيخ بارك الله فيكم، الله أن الراوي لا بد من معرفة عدالته، فرب حافظ يكون حافظا وهو متهم بمنطق شرب الخمر أو غير ذلك، مثل سليمان بن داود الشادفون. ورب يعني ماذا ما ورب ثقة في غاية من الثقة، وهو لا يعين ولا يحفظ الحديث، مثل أبان بن أبي حياش رجل فاضل، والله لا يحفظ الحديث، دخلنا إذا حدث أتى بأمر عجيب. فقول الإنسان إنه يكفي في الرجل يكون أن يكون ماذا ما يروي الأحاد الضعيفة، بقي عليه أنه لا بد من معرفة عدالته، فرب عدل يكون سيء الحفظ، ولا بد أيضا من معرفة حفظه، فرب حافظ يكون عرضا يكون ضعيفا أو كذابا، مثل محمد بن حميد الرازي وقف أو كذب، وقف أو كذب، ومثل الفتح العجلي وهكذا غير واحد من الحفاظ الكبار ويتكلم بهم، فلا يقتل في وحده ولا تقتل العدالة وحدها، لا بد من هذا وهذا وهذا أو هذان لم يشترطهما ابن حبان رحمه الله تعالى، بل ربما كما يفتح المريد يقول في الراوي لا أعرف ولا أعرف من أبو، وانتهى. نعم تفضل بارك الله فيك. لا يستدل في الآية قوله تعالى: الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني مفهوم المخالفة من الآية إذا جاء غير الفاسق ما يلزم التبين، وغير من نعم يجي عن العدل، نعم يجي عن الناس إذا جاء العبد، ومثل ولا تقف ما ليس لك به علم، خبر هذا الشخص الذي ليس ليس بحافظ وليس، فربما يقتلنا منه الرهن ويقول قد قفينا ما ليس لنا به علم، وربما يعني أن يقوم قد هدف أو ريادك أو رهن. المهم ومن لابد من العدالة، لابد من معرفة العدالة والحلم، نعم هذا وهذا، الآية مفهومة وهي عن العدل، فأنا ناصر بقولك. طيب يا شيخ، ألا يعني يعرف التعديل بسبب أحاديث الراوي؟ لهذا يعرف بسبب حديثه، وهذا لمن لم يكن يعني ما جالسه الحفاظ أو ما يعني نعم ما جالسه الحفاظ، أما الذي جالسه الحفاظ فهم يعرفونه، لكن رجل ما جالسه وراوا أحاديثه يصبرون أحاديثه، فإذا كان الغالب على أحاديث الصواب كذب، وإذا كان يعني الغالب عليه الخبر بأحاديثه، ومسلم تكلم على هذا لمقدمة صحيحه أن علامة المنكر أن تعرض أحاديثه على أحد الثقات فتجدها لا توافقها. لكن أهل المصطلح يا شيخ، أهل المصطلح المتأخرون منهم يعني ما ذكر ذلك من الأشياء التي تعرف بها العدالة، ما ذكروا هذا بعضهم عن الجماعة في فتح المغيث، المغيث كان
أن السفر والاختبار، السفر والاختبار أيضا مما تعرف به عدالة الراوي ابن حجر، هذا مما يعرف به ماذا؟ مما يعرف به الضرب. بل من العدالة يعني بقي العدالة، هو عدل ليس بعدل، فيقبل من الظاهر الثاني إن أنا من يدي عدالة من خلق. نعم ابن حجر بس ابن حجر قال في ملاحظة أن يعني بتأديب شيخا عارف بأمور تأديب يعني من أئمة الجاهل التأديب كسب العدالة هو بتأديب الواحد صح؟ نعم نعم هذا مما يقال فيه الشهادة، وهناك أحاديث يعني عائشة حبلتها بريرة، بل بعد المرأة الغيب تقول عائشة أنت أنا حبلتها بريرة وسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما عرض عليها شيء من بأنها جارية حديثة السوس وتغام عن عجمونا فتاتي فارين لا تأكل، فالتحمل يعني سواء كان من الرجل أو من المرأة، وهكذا الجرح للرجل أو المرأة كل مقبولا. فالإمام هنا وبعدها إن شاء الله.